أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في تكفير المعين؟ فمن مات وهو لا يصلي هل يقال إنه كافر أو أنه يهودي أو نصراني؟ الحكم بالتكفير إنما يرجع فيه إلى العلماء وإلى المحاكم الشرعية. ما كل يكفر ويضلل ويبدع ويفسق كما انتشر الآن بين الشباب بين المتعالمين، وأحدث هذا في المجتمع تقاطعا وتدابرا وتهاجرا. هذه أمور الحكم بالتكفير والبدعة هذا إلى أهل العلم أهل الثقات، فمن رأيت عليه ملاحظة بلغ أهل العلم واسألهم هل هذا يقتضي التكفير. هذا ربما أنك ترى أنه تكفير وهو ما هو تكفير، فإذا سألت زال عنك اللبس. فأنا أنصح بعدم التسرع في هذه الأمور. التكفير له ضوابط له شروط وانتفاء موانع، والمسلم إذا دخل في الإسلام لا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد استنفاد الأعذار والموانع التي تمنع من تكفيره. نعم.